أصبحت الممثلة الشهيرة والناجحة برغوزال كولر، التي جلست على مائدة الزفاف مع الممثل الشهير خالد أورغونوش قبل 11 عاماً، أماً للمرة الثانية مساء أمس الأحد. والممثل الشهير والمحبوب خالد أورغونوش لم يترك زوجته برغوزار بمفردها أثناء الولادة. دخل معها إلى غرفة الولادة ومدها بشحنات من القوة، وجمعتهما لحظات عاطفية في غرفة الولادة. ومرت أجواء الولادة في ظروف جيدة، وكانت حالة الأم وحالة رضيعها جيدة. ولد الرضيع بوزن 3.5 كيلوغرام وطوله 51 سنتيمتر. واختار الزوجين لرضيعهما اسمهان، وكان النجم التركي خالد أورغونوش أدلى بتصريح أنهما يريدان اسما قصيرا لابنهما، قائلا: نريد أن نحصل على اسم قصير وذو معنى مثل طفلنا الأول علي. وقد شهدت الممثلة الشهيرة برغوزار مؤخرا في الأسابيع الماضية تقوم بجولة تسوق في إحدى المتاجر الكبرى مع إحدى صديقاتها التي كانت تحضر لزفافها. وقد صرحت الممثلة أن لديها القليل من الوقت على الولادة، وكانت متحمسة للغاية وهي تقوم بجولة التسوق مع صديقتها. وكانت الممثلة برغوزار زوجة خالد أورغونوش الشهير بالسلطان سليمان استعرضت شكلها في آخر أسابيع حملها، حيث خضعت لجلسة تصوير تبرز فيها رشاقتها وأناقتها لصالح صحيفة حريات التركية المعنية بأخبار مشاهير تركيا. وكانت الممثلة قد بيّنت عن رشاقتها وأنوثتها قبل أيام قليلة من وضع مولودها هان، حيث نسقت بلوزة باللون الأسود حددت منحنيات جسدها بوضوح. وعلى الرغم من اعترافها خلال جلسات التصوير أن ابنها الثاني لم يبقى على ولادته سوى القليل، إلا أن هذا لم يمنعها من التألق في جلسة التصوير التي خضعت لها منذ أيام قليلة. وقد علقت النجمة التركية على السؤال بخصوص شعورها مع اقتراب موعد الولادة بقولها: لم أشبع من الحمل، أستمتع بهذا كل يوم وبكل لحظة، أحياناً أقول ليته يبقى بداخلي لفترة أطول. لأنه وعلى الرغم من تحركاته الصعبة التي غيرت شكل بطني، إلا أن مشاهدة هذه المعجزة تجعلني عاطفية كثيراً وأستمتع للغاية بهذه التجربة.